والله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. النصب والاحتيال والبهللة وذهن السير يسير، وطعمني وطعم مني وشيلني وشيلك، ما ينفعش الكلام ده يا حبيبي، لا يصلح هذا الكلام في ميزان الرحمن الذي يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الميزان لا ينفع ولا يشفع في تربية الأولاد، غدا يكونون عقين لك، غدا يكونون من أخس أطفال الدنيا في بلاد الدنيا، لن تجد منهم فائدة ولا فودة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، من الطيبات، واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فلا تدخل على نفسك حراماً